يعني مثلا على سبيل المثال لما بنيجي نتكلم دلوقتي عن السينما، فاقول ما حدش حد بيروح سينما بيشوفوا الافلام في التلفزيون، موافقه على ده؟ السينما طقس، ما هي دي بقى النقطه. يعني السينما طقس، السينما حاله، وربما ده خلانا نحس برهبه السينما، باهميه السينما. زي الحفلات الموسيقيه مثلا، بتحسي برهبه المسرح، النور بيضلم في المسرح، حتى 3 دقائق دول يخضوا. ده بيدي فيك قدسيه الفن. أيوه. رهبته. أيوه. احترامه وتقديره. التلفزيون هيخليني اشوف الفيلم وارجع، يمكن لشخص بروفيشنال يعني ده لطيف، لانه ممكن يبقى عايز يرجع مشهد يشوفه كويس اكتر يدرسه، بس بالنسبه للشخص العادي هيفقده ده، هيفقده ده. ما بس كمان احنا ما بقاش عندنا سينمات الا جوه المولات. نشاط المول حاجه. أيوه. ونشاط السينما حاجه. دار العرض العاديه جدا، دار العرض العاديه جدا. وكان يعني على ايامنا احنا كان في بقى سينمات صيفي مثلا في مصر الجديده، وكان في سينمات ايضا بتقدم افلام للاطفال في ايام الجمعه طبعا. والاحد سينما مترو. ايوه كانت بتقدم فيلم، انا كتاب الادغال اول مره شفته كان في سينما مترو في وسط البلد، وكانت السينمات الصيفي موجوده في مصر الجديده. فالسينما شيء مهم جدا، مش ضد انها تبقى في المول، بس يبقى كمان في حاجه اسمها قاعه سينما موجوده في الشارع، الناس ممكن تروحها وتقعد وتحس برايح سينما. مش رايح اشتري حاجه من المول وعايز اسهر فدخلت الفيلم. وبعدين لازم اكون عارف انا داخل فيلم ايه، هي اصلا مش يعني حضرتك قدمتي اهم برنامج في السينما، نادي السينما، وكنا على الاقل في مقدمه عن الفيلم، عارفين المخرج، فده احنا مش هنشوف الفيلم ده عشان المخرج مش عم ما بنحبوش مثلا. هل في حد النهارده عارف اسم مخرج مصري حتى؟ أيوه. مصري ما بقولش اجنبي. أيوه. مصري مفيش. وفي انا ممكن ادخل فيلم عشان النجوم ولا عشان المخرج؟ الحقيقه انا كنت بدخل فيلم على المخرج، هو بقى متكفل بالنجوم، هو اللي هيجيبهم صح لو المخرج مظبوط، وهكذا. يعني مهم ان السينما تبقى في بلدنا، مهم جدا. السينما ام الفنون، وان يتعدد الافلام السينمائيه وجودها على الشاشه، مؤكد لازم، ولازم نشوف الدنيا فيها ايه ونجيبها هنا، مش الاكثر مبيعا. حضرتك في السبعينات وكنا بنروح نادي السينما في مركز الثقافي السوفيتي، او بنروح مش عارف نادي السينما فين، بنشوف افلام مش مقطعين الحته دي منها، مش عاملين كذا، مش بنشوف سينما. لاننا مصدقين انها سينما، احنا مصدقين انها فن عظيم.